صغننه منها كده. ورجعنا لكم تاني وبرنامج اجمل طباخه في مصر، وهنسال شويه اسئله كده هتساعد على النجاح وهتساعد على الوصول لنجاح الحلقه وللفوز. يا ترى ايه هو اشهر طبق مشهوره بيه مصر في العالم كله؟ الملوخيه والمحشي. الكشري اي ثينك او العدس. لا والملوخيه والمحشي. لا هو الاشهر طبق اللي هو الطبق الشعبي المعروف يعني. لا ده احنا مصر معروفه طيب. بالملوخيه وبالمحشي وبالكشري. السؤال الثاني يا جماعه وعايز برضو سرعه، ايه هي مكونات سد الحنك؟ دقيق وزبده وزبده وسكر. طيب يا جماعه السؤال الثالث، وارجو استاذة غادة تكون سريعا كده شويه، كيلو سكر فيه كم معلقه؟ متهيألي عشان كنت فاتحه مره كافيه كان يعني 180. لا ما اعرفش الكلام ده عشان خاطر انا ما بعدوش بالحبايه، انا بعده بالحبايه. ممكن كم اقول لك حبة كم معلقة؟ لا 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 انا اقول لك كم حبه لكن ما اعرفش اقول لك كم معلقه بصراحه. طيب الاسئله الغريبه العجيبه دي او 170 على فكره انت لو كتبتي حضرتك على جوجل كيلو سكر فيه كم معلقه سكر هيقول لك كم معلقه. معلش بقى انا لا لا هي لازم تكون فتحت بروجكت عشان خاطر ده بيبقى حاجه اسمها سيفنج كوست، بنعرف الشوجر بيبقى فيه قد ايه. اوكي. لو انت طبعا بتقولي كنت فاتحه كافيه فطبعا لازم عشان تعملي اي حاجه لازم تبقي عارفه. الاسئله الحمد لله. طيب في اكله معروفه جدا واحنا كلنا بنحبها من ايام الفراعنه، يا ترى حد عارفها؟ الرنجه او الفسيخ. فسيخ ما شاء الله عليكي ما شاء الله. ونطلع فاصل ونرجع لكم وندوق الاكل ونشوف مين اللي هيفوز في المسابقه. انا شوحت دلوقتي الزبده وبعدين حطيت مبهرت اللحمه ونزلتهم مع بعض، حطيت حته زبده صغيره عشان انا ما بحبش التخن بخاف عشان في ناس بيبقى عندها لغز اوقات بسبب الاكل الكتير ده يعني كده. ممكن اخد حبه فلفل اسمر؟ خد يا حبيبي. شكرا. حطينا معلقه زبده يا جماعه وحط حلو بيخلي طعم اللحمه جميل. اوكي انا ما بحطش التوابل في الاول ولا الكلام ده في الاول. اما انت شكلك بس لسه جديده في الطبخ. معلش بتعلم. معلش مش مشكله كلنا بنتعلم. وحطينا اللحمه المفرومه هنشوحها. انا شوحتهم بقى كده مع بعض. ممكن بس الكاميرا عشان خاطر تشوفوا شكلها بقى عامل ازاي، عشان دي غالبا بتستخدم بعد كده طالما في صلصه بتستخدم في البونوليز مع الباستا بتبقى حلوه قوي. وفي اكله كمان فلسطيني بتبقى حلوه قوي معاها، وكمان حتى بيحطوا باذنجان جواه رز ولحمه مفرومه بتتعمل بالطريقه دي، كانوا بيعملوها عندي في الريستورانت كده. انا شوحت اللحمه خلاص ودخلت خلاص على السوا. هبدا حط حبه فلفل اسود كمان. انا متهيالي مفيش اطباق للتقديم هنا، ممكن الاقيه هناك. طب ايه يا جماعه احنا هوا ولا احنا واقفين؟ احنا داير ولا واقفين؟ واقفين. بصي حبيبتي نعم اعلمك بس كلمتين. نعم يعني شكلك خلي اسلوبك زيه. نعم انت شكلك كده كيوته فخلي اسلوبك كيوت. ثانك يو يا طنط. ميرسي. طب كويس ان انت فاهمه فرق السن. طبعا. طيب تمام كويس شاطره. هنضف حواليا كده، عايزه بس زوم على اللي هنا كده علشان خاطر البلوك، يعني عايزه بس البلوك ده يجمل كويس. خير ان شاء الله كده بهرناها كويس. انا هوطي عليها، احط حبه ميه صغيرين وهوطي عليها بقى. مش حاجه هنا. طيب انا هشوح الصلصه كده في جنب الاول. ملح. انت هبله ولا ايه؟ ولا انت ايه قصتك؟ لا انا بساعدك يا طنط. طب ساعدي نفسك. طيب ما هو انا طب ساعدي نفسك يا حبيبتي. خلاص ام سوري ام سوري. مش عارفه انت ليه متعصبه قوي كده. لا انت باين عليكي ايه يا جماعه؟ في ايه يا جماعه ده؟ طب ما هي لو بتعمل مع كل ضيفه كده يبقى هي لازم تكسب.
ايه الاسلوب ده؟ ما تشوفولي حد يرد يا جماعه عليا، في ايه؟ هو حضرتك مالك؟ طيب يا طنط اغطي كده شويه. لا حول ولا قوه الا بالله. خلاص بدا طبق التحضير ويبقى نظيف. بس ممكن بقى ازود شيكه في الميه عندي، حبة ميه صغننين كده. انتي هبله ولا انتي ايه قصتك؟ بساعدك يا طنط. انا طلبت منك مساعده؟ طب وايه يعني؟ احنا واقفين مع بعض في نفس المطبخ، يعني الناس لبعضها. لا ده انتي هبله باين عليكي. لا ده انتي هبله. طب ليه كده يا طنط؟ لا ده انتي هبله طنط. يا بنتي بلاش البراءه دي والطريقه دي. ليه؟ انا ممكن البسها لك على فكره. ليه يا طنط؟ حرام عليكي، ده انا قد بنت حضرتك. ما استاهلش والله. ما انت عشان قد بنتي انا ساكته. طيب خلاص خلاص رحيلي خلاص.